تعالى بقى بعد اذنك نروح للاهلي اللي مفرحنا، وتعالى نتكلم شويه على كاس العالم للانديه ورؤيتك لمدى قوه الفرق المتنافسه في هذه النسخه من البطوله، وايه فرصتنا ان احنا نوصل للنهائي. والله كنت عايز اقول لحضرتك يعني لولا الدروب بس بتاع كاس الامم الافريقيه ده والتعارض المواعيد، كنت اقدر اقول لحضرتك ان الاهلي ناوي يذهب بعيدا في البطوله دي. ليه؟ لان هو النادي الاهلي طبعا الاكثر مشاركه طبعا في افريقيا 6 وبقت 7 مرات، الانجاز الاكبر ليه المركز الثالث مرتين طبعاً في راح منه انجاز في افريقيا النادي الرجاء لما سنه 2013 تاهل للنهائي وخسر قدام بايرن ميونخ، ونادي مازيمبي في 2009 لما تاهل وخسر من انتر ميلان 3-0 في التأهل. فبقت الوصافه بقى في انجاز اكبر من النادي الاهلي، يعني اكبر من انجازات النادي الاهلي. طبعا لا يقلل والناس كلها لها احترامها الرجاء نادي كبير ومازيمبي نادي كبير، لكن النادي الاهلي بقى عينه اعلى شويه في القصه دي. عشان كده تلاحظ ان التجديدات للنادي الاهلي والتعزيزات كانت عاليه شويه. بيرسي تاو مثلا الاهلي ما خدش كتير مع والتر بواليا، لما والتر بواليا حصل له دروب اداله فرصه والثانيه والثالثه ولا اركن مش اركن امشي عاره وهات مع عشان ما عندناش والاعاره ربما تكون لصالح اللاعب ده حصل عادي عادي له يعني هو صبر عليه فعلا بالظبط بس ما طولش، كان زمان تصبر موسم وحاجات كده. لا 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 احنا في كاس عالم للانديه لان طموح النادي الاهلي النهارده لما بقى النادي الاهلي مثلا تقول له الدوري ولا كاس افريقيا، لا طبعا افريقيا مع الوقت بقت افريقيا انت مش تشبعت طبعا افريقيا بس اقصد اقول ايه ان واخد افريقيا اخر مرتين مسيطر بالشكل ده، انت السكواد الاعلى في كل القاره بكل امانه يعني انت الفروق كبيره جدا يعني يكفي ان اقول لك مثلا حته كده بسيطه ان مجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه دي سقريه، مجموعه سقريه ضد الاهلي لان مثلا المريخ السوداني الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت، الهلال السوداني الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت، صن داونز الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت. فيعني ده يعني بس ايه كان عجبني تصريح يمكن مراسل القناه القطريه بي ان سبورت في تونس لما بيقول له ايه هل الاهلي اصبح عقده الكره التونسيه؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قالوا لا هو حسبنا عقده يبقى عقده القاره كلها، ما هو كسبان القاره كلها في كل حته فما ينفعش نقول عليه عقده الكره يعني ما جاتش عليا انا ما ضربنيش انا لوحدي ضرب القاره كلها. فالنادي الاهلي اصبح عنده طموح يعني ايه مش انا بقى مش انا اللي اصعد كل ده واخر مركز ثالث، فكان عنده الطموح ده لكن وكان بالمناسبه طموح طبعا اكيد مشروع لكن صعب لانه هيقابل مونتيري المكسيك. مونتيري ده فريق قوي جدا، مونتيري مدربه اجيري اللي كان مدرب منتخب مصر السابق، مونتيري قابل النادي الاهلي مرتين قبل كده، الاهلي خسر منه 2-0 وخسر منه 5-1 في كاس العالم للانديه. كل مباراه اكيد لها ظروفها لكن الاهلي محفز انه يعمل مباراه عاليه ماتش كويس يقدر يعمل، خصوصا انه هيلعب تقريبا على ارضه في ابو ظبي. للاسف موضوع الدروب بتاع كاس الامم ده يعني ان كان كتب النادي الاهلي يلعب بكم نجوم واكيد هيبقى فيه النادي الاهلي سيذهب بعيدا في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله.